البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان تكون احوالكم طيبه وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين عندي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم البنات غادي نحضر غطا بالكفته، وقلت علاش لا نشارك معكم الطريقه ديالي لهاد الغطا. غادي نحتاجو بطاطا من بعد ما نقيتها وسلقتها في الماء، شويه ديال الملحه، وعندي الكفته شرملتها، وعندي الزبده وملحه والابزار، وجمع علقه ديال الطحين وسطور الحليب باش غنحضروا البيشاميل. اول خطوه غادي نديرو من بعد ما سلقتها، غادي نخليها تبرد شي شويه وغادي نشحر الكفته ديالي. وهانتوما معايا، سخنات لي المقله، درت شي شويه ديال الزيت، ودابا غادي نشحر الكفته ديالي. نديرو الزبدة، وجدات لي الكفته وبردات لي البطاطا، ووجد ليا لاصوص بيشاميل، و حكيت الفرماج. الفرماج اختيار البنات، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. دابا غادي نصاوب الكاطا.
كيجي على هذا الشكل. كنتمنى من الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات الا عجبكم لا فيديو ديروا لايك اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. صحه وراحه.